يعني مشهد معبر عن الوعي الصحفيين وإحساسهم أن المهنة بتواجه تحديات صعبة الفترة دي، وإن شاء الله الأمور تكمل على خير، وكالعادة الفائز أو الذي لم يوفق بيحطوا ايديهم في ايدين بعض وبيهتموا بالنقابة، بيهتموا بمشاكل الصحفيين. انا اعتقد ان من الحاجات المهمه التدريب، الحاجات المهمه ممكن يجور الصحفيين وخاصه الشباب، والحاجات المهمه برضو الخدمات، محتاجين برضو الجيل الجديد شويه من نهتم بالقيم شويه، القيم المهنيه والقيم الاخلاقيه. ملف التشريعات والاصلاح التشريعيه ان شاء الله لو في اي حاجه في بالنسبه لنا في مجلس الشيوخ تهم الصحفيين وصالح الصحفيين اكيد هنتقدم بيها. شكرا جزيلا.